السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل كبة الشعرية. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 4 قطع من هاي الشعرية الناعمة، وهذا تشيس مالتها، احنا نشتريها من الأسواق العربية ومن السويدية موجودة. هنا ضفت لها مي ساخن وخليتها على النار إلى أن تنسلق دقائق، يعني ما تأخذ وقت، يمكن 3 دقائق وتكمل، يعني لأنه احنا ما نريدها حيل تنهرس وتصير بهالصورة. يعني بس مجرد غلت غلوة واحدة وشلتها. شوفوا هنا أنا دا أضغط على الشعرية مستوية مبينة بهالصورة، راح أشيلها وأصفيها. وعندي هنا 3 حبة بيض، راح أخلط هذا البيض. هنا ضفت 1 ملعقة أكل ملح ممسوحة، يعني مو مليانة. ضفت له رشة فلفل أسود، ممكن تضيفون أي نوع بهار يعني بس بكمية قليلة، هم ينطيها طعم طيب. وخلطت البيض خلط جيد، لازم ينخلط خلط جيد، لأن أنا راح أخلي به الشعرية اللي سلقناها وصفيناها وصارت بهالصورة. شوفوا أنا هيك أحركها حتى تتفتت شوية، نحركها بهالصورة ونضيفها للبيض ونخلطها خلط جيد بالبيض بهالصورة. هنا عندي زيت نباتي قليل، يعني مو كمية كبيرة، راح أفرش طبقة من هاي الشعرية. وأنا عندي قيمة مالت كبة كلكم تعرفون تسووها، ذبلت لحم مثروم وضفت له بصل مثروم وبهار مشكل وكركم وشوية معدنوس. هذا شكله حتى تعرفون شلون سويته، يعني سهل كلكم تعرفون شلون تحضروا قيمة مال كبة. هنا ضفت طبقة من هاي القيمة، فرشتها على هاي الطبقة الأولى مالت الشعرية مباشرة. هاي أنا على الطبخ دا أشتغل، مشتغلة الحرارة جوا الطاوة بهالصورة، وخليت طبقة ثالثة، يعني طبقة ثانية مالت الشعرية. صارت عدي 3 طبقات، طبقة شعرية وبعدين طبقة لحم وطبقة شعرية، يعني نفس الكبة بالضبط. وراح افرشها زين بهالصورة تصير. وتركتها على النار وانا واقفة يمها بس اراقبها، يعني تاخذ وقت تقريبا 5 دقائق الى ان تتحمر من جوا بهالصورة. اباوعلها اني، ومن تأكدت انه صارت ذهبية قلبتها بهالصورة وطلعت. هاي شوف الطبقة شلون محمصة. وطبعا هاي الكبة كلش طيبة وسريعة، يعني اذا واحد ما يقدر يسوي كبة يسوي من هاي اسهل ما يكون، يعني للعشاء حتى بالايام العادية مو بشهر رمضان. وتنفع للسحور وللفطور وما بها دهن هواي، يعني بس كمية قليلة من الدهن احنا نخليها. وهنا من بعد ما استوت الطبقة الثانية اللي كانت بالاعلى قلبتها وصارت بهالصورة. شوفوا قطعتها مثلثات، ممكن تقطعوها بعد مثلثات اصغر حسب رغبتكم. وهاي القطعة شوف شلون صارت من داخلها مستوية واللحم مبين بيها. راح ازينها بالمعدنوس وقدمها، وهذا شكلها النهائي. جربوها ان شاء الله تعجبكم والف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو اذا عجبكم وتنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. واللي ينشر الفيديو يكتب لي تم بدون امر عليكم فضلا وليس امرا. وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية.